كثير يقولون انها تكون طبعا ناجحه وانت عملتي معاه مثقفين يعني تشتغل على الاداره يعني على المدى البعيد وعلى المهارات. والله انا جد سعيده بتواجدي هنا في مهرجان وهران للفيلم العربي. انا جد فخوره بهذه العوده اللي دامت ست سنوات يعني من الغياب. اليوم بقياده يعني بقياده انا نقول المايسترو المايسترو عبد القادر تريوني هو محافظ المهرجان. عبدالقادر تريو يعني زميل وصديق اللي تعاملت معاه في عدة يعني أعمال. عنده طاقة خارقة، عنده قدرة عالية اللي أظن أنه في هذا يعني الطبعة راح يكون مميز، وتكون طبعا كذلك مميزة يعني بالحضور بالضيوف بأفلامها. أظن أنها تكون